طنجة. طنجة في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي وحتى الاستقلال سنة 56-900 مدينة استثنائية بالمغرب، مدينة خاضعة للإدارة الدولية يدير شؤونها الأجانب من خلال مجلس بلدي وتشريعي يضم ممثلي الدول وبعض ممثلي المغاربة، وإلى جانبهم يوجد المندوب السلطاني الذي يترأس هذا المجلس دون أن تكون له صلاحيات معتبرة وذات قيمة. اكتسبت طنجة صفتها الدولية قانونياً استناداً إلى اتفاقية باريس الموقعة سنة 23-900 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 25-900. وهمت هذه الاتفاقية ثلاث دول رئيسة كانت تتنافس فيما بينها على النفوذ بطنجة، وهي فرنسا وإسبانيا وإنجلترا. كانت طنجة الدولية خلال هذه المرحلة تتكون من أحياء داخلية وأخرى خارجية، ومن أهم هذه الأحياء الخارجية حي درادب الذي يطلق على المنحدر الجنوبي لهضبة مرشان بحسب وصف ميشو بلير، وكانت ساكنة هذا الحي مكونة في الغالب من عائلات مغربية مسلمة وأخرى أجنبية إسبانية وإنجليزية. وكانت بعض هذه العائلات وخاصة من الإسبان تمتهن تربية الماعز، ويمر الرعاة كل صباح على الدور لتزويدها بالحليب الطري الدافئ. ظهر هذا الحي في أواخر القرن 19 في عهد الباشا عبد الرحمن بن عبد الصادق، وتم تأسيسه لتخفيف الضغط العمراني على المدينة القديمة. ولد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي في 8 مارس من سنة 24-900 بهذا الحي المتواضع من أسرة جبلية تنحدر من قرية دارزهيرو بنواحي طنجة. هاجر أبوه إلى طنجة شابا للبحث عن العمل، واستقر بها وعمل في وظائف مختلفة من بينها مقدما مع المندوب السلطاني الذي كان يمثل ما تبقى من سلطة المخزن بالمدينة. وأمسى أحمد اليوسفي بعد مدة قصيرة من استقراره بطنجة وجيها في أهلها. ولد اليوسفي في أجواء جميلة يطبعها اليسر والانفتاح الثقافي بحكم العلاقات الواسعة لأسرته مع عدد من مكونات المدينة بما فيها اليهود والأجانب، واندماجها أيضا في ثقافة وعادات أهل طنجة. عاش الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنوات حياته الأولى وطفولته بهذا المنزل الجميل وبين جنات وأزقة درادب، وهو المنزل الذي بناه أبوه بعد مدة من استقراره بطنجة، وكانت تحيط به غراس وجنات وفضاءات مفتوحة. لقد بصمت طنجة حقا طفولتي، هكذا يتحدث الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي عن صباه في هذا الحي وفي هذه المدينة، مدينة البوغاز. نشأ اليوسفي في أسرة تتكون من 10 إخوة بالإضافة إلى الأب وزوجتيه، وفي أجواء كان يطبعها الاستقرار وتملأها السعادة. تلقى الطفل اليوسفي تعليمه الابتدائي بطنجة، ونال الشهادة الابتدائية سنة 36-900.
على العقول ديالي انا اللي كنت صغير كانت هنا المدرسه فرانسيس كانت اري عواود وليس فيه كانت الدار ديالو حدا المدرسه ليس فيه كان باباه مقدم وليس فيه كان تما حتى واحد ما كيعرف شنو الخدمه ديالو المدرسه هي فرانسيس. كانت سنتا 36 900 و 37 900 فاصلتان في حياة اليوسفي على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، وكان قد تجاوز سن 13 من عمره، ففي سنة 36 900 نال الشهادة الابتدائية، وفي سنة 37 900 فجع بموت والده وذاق مرارة اليتم مبكرا، وفجع بعد مدة قصيرة من موت الوالد بالاختفاء القسري لأخيه عبد السلام. ففي هذه الظروف غادر الأستاذ عبد الرحمن طنجة لمتابعة الدراسة بمراكش ثم بالرباط. لقد أتاحت له تجربة الهجرة التعرف على المغرب الآخر والانخراط في الحركة الوطنية والانتماء إلى حزب الاستقلال وتأدية القسم على المصحف أمام الشهيد المهدي بن بركة سنة 43 900. قضى عبد الرحمن اليوسفي مدة ليست بالقصيرة بعيدا عن طنجة منذ خروجه أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، ورجع إليها سنة 46 900، وكان أول من أسس فرع حزب الاستقلال بهذه المدينة الذي هيأ لزيارة المغفور له الملك محمد الخامس رحمه الله لطنجة في أبريل سنة 47 900. أن السي عبد الرحمن بطبيعة الحال كان دائما همه الوحيد هو أن يرى مدينته وبلده في صف الدول المتقدمة الرائدة، ولذلك سنرى أنه سينضم إلى الحركة الوطنية في منتصف الأربعينات ويكون يعني أحد أعضاء حزب الاستقلال. انتقل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي إلى باريس لإتمام دراسته سنة 49 900، واستمر هناك إلى سنة 52 900، وعاد ثانية إلى طنجة في الوقت الذي كان ينتظر مناضل حزب الاستقلال بالدار البيضاء عودته واستئنافه النضال الذي بدأه معهم أول مرة. لقد اختار الأستاذ عبد الرحمن الاستقرار بطنجة بدل الدار البيضاء احتجاجا على بعض الممارسات، لكنه وبعد مدة قصيرة من إقامته بطنجة وبسبب الملاحقات الأمنية التي تعرض لها مناضل حزب الاستقلال بالمنطقة الفرنسية بادر مع مجموعة أخرى من المناضلين بالشمال ومن أبرزهم عبد اللطيف بن جلون إلى ملء الفراغ القيادي الذي خلفته الاعتقالات الفرنسية في صفوف حزب الاستقلال ودعم النضال الوطني إعلاميا وسياسيا. الأستاذ عبد الرحيم اليوسفي النقيب الأسبق لهيئة المحامين بطنجة التحق بمهنة المحاماة حسب الوثيقة التاريخية التي هي بين يدي، التحق بهذه المهنة النبيلة والشريفة بتاريخ 18/10/1952 ومارس المهنة بهذه الصفة بكل مهنية وحرفية وضمير مهني ونكران الذات إلى أن تم انتخابه نقيبا على هذه الهيئة العتيدة برسم الولاية الممتدة من سنة 1959 إلى سنة 1961. بعد مدة قصيرة من إقامته بطنجة تعرض المغرب إلى نكبة 20 غشت سنة 53 900، حيث أقدمت سلطات الاحتلال الفرنسي على نفي الملك المجاهد محمد الخامس،
وهو ما زاد من حركية ونشاط اليوسفي النضالي والسياسي، فكان من الذين ساهموا بفعالية وخاطروا بحياتهم دعما للمقاومة، وذلك بتهريب المقاومين وتزويد الخلايا بالسلاح، مستفيدا في ذلك من الوضع الخاص للشمال وخاصة لطنجة. وتجمع شهادات الحية للمقاومين الوطنيين الطنجيين على عطاءات الأستاذ الغزيرة في العمل الوطني بطنجة ودعم العمل الفدائي بالعديد من المدن المغربية، وهو ما يصرح به المقاومون محمد بن عبد القادر الشتوكي، محمد مكوري والمعروف أن ذلك بالمدني أو المصوري، وكذلك محمد الإدريسي، وهو الأمر نفسه تداولت شهادات المقاومين المرحومين أمثال محمد بن عبد السلام طريبق وإبراهيم بن سعيد المعروف بالسوسي. قرار إدانة للمحكمة إدانة المحكمة العسكرية الاستعمارية بالدار البيضاء بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1955، والذي صدر في حق 17 مناضل ومقاوما من مدينة طنجة، والذي وصفهم بجماعة المشاغبين والمجرمين، وضمنهم في اللائحة المناضل الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. إن النشاط السياسي والوطني للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي منذ بداية الأربعينيات وإلى نهاية عقد الخمسينيات أظهر أن الرجل بحجم وطن ولا يسعه جلباب مدينة، فكان هبة طنجة وقربانها للوطن من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية ودولة الحق والقانون.